في ذاكرة جيل عربي كامل، سجل الطبيب والكاتب المصري أحمد خالد توفيق حضورا ثم رحل مساء الاثنين عن 55 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة، وشيع إلى مثواه في مسقط رأسه طنطا، ونعى العامة على مواقع التواصل فضلا عن كتاب الراحل الذي ترك للمكتبة العربية روايات وكتابات نقدية هامة، وكان أحد أبرز كتاب قصص التشويق والشباب بأسلوب ممتع ومشوق ليبني قاعدة جماهيرية كبيرة عربيا، ويظهر بذلك أو يظهر ذلك بتصدر اسمه تويتر فضلا عن تدوينات نعاه فيها من تأثروا بأدبه سواء من العامة أو المشاهير. منذ إعلان وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق وبدأ الناس على تويتر إعادة تغريدات قديمة للكاتب من حساب منسوب له، تغريدات لها علاقة بالحياة وعلاقات الإنسان وكذلك الوفاة. نتابع. ومع الاقتباسات تداول جمهور الكاتب المصري أحمد خالد توفيق بعض نصوصه، لعل أبرزها مقال نشر في مجلة الشباب قبل نحو 7 سنوات والتي بدأ للقراء وكأن كاتبها أو كاتب المقالة تنبأ برحيله وحيثياته، حيث عانى من توقف قلبه عدة مرات من قبل. وفي النص أشار الكاتب إلى أنه من الوارد أن يكون موعد دفنه الأحد 3 إبريل بعد صلاة الظهر، وهو ما تم فعلاً. وهذه وقفة سريعة مع محطات في مسيرة الراحل أحمد خالد توفيق.